لم ينتظر رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي طويلاً ليكشف للعراقيين عن وجهه الحقيقي، وجه رسمت ملامحه تفاهمات أحزاب السلطة الفاسدة والميليشيات الموالية لإيران. فتزامناً مع مرور الذكرى الأولى لانطلاق تظاهرات ثورة تشرين، يحاول الكاظمي فض الاعتصامات وإنهاء وجود الثورة في الشارع العراقي، محاولة بدأها السبت باقتحام ساحة التحرير وسط بغداد وحرق خيام الاعتصام ومطاردة المتظاهرين السلميين في المناطق المحيطة بالساحة بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقال بعضهم. رمي الرصاص الحي على المتظاهرين. ولم يمضي ليل السبت ليبزغ فجر الأحد الأول من تشرين الثاني إلا وقد جاء دور البصرة، تلك المدينة التي كان لها السبق في خروج التظاهرات ضد الفساد الحكومي منذ أكثر من عامين. اقتحمت قوات مكافحة الشغب ساحة اعتصام البصرة، يعاونها مسلحون ميليشياويون بزي مدني، فعاثوا في الساحة فساداً وأحرقوا الخيام ولم يتركوا حتى صور الشهداء الذين يتشدقون بالترحم عليهم ويعدون بمحاسبة قاتليهم. المعتصمون في الساحة أكدوا أن ثمة خطة تنفذها القوات الأمنية والميليشيات بهدف إفشال الاعتصامات عبر افتعال مواجهات مع القوات الحكومية. راح يدخلون الناس بيناتنا، تعتدي على القوات الأمنية حتى يقمعوننا، احنا شو نسوي؟ دول بواجبهم عبد المأمور، يفتحون الشارع، فتحونا خي فتحونا، وين احنا مكاننا؟ ساحتنا، لا نطقهم لا نجاوز عليهم. غير أن المعتصمين في ساحة التظاهر في البصرة وفي بغداد وفي كل مدن العراق المنتفضة يؤكدون استمرار فعالياتهم الثورية حتى تحقيق مطالب الشعب العراقي بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية والفساد ومحاسبة قتلة الشباب العراقي مهما كانت تضحياتهم.